أول شيء أهلا وسهلا فيكم عنا بالبترون بجامعة العائلة المقدسة. نحن كجامعة وكقسم للعلوم البصرية منحب نرحب فيكم ونقولكم إنه نحن كتير مبسوطين وفخورين إنه قدرنا نستضيف هيدا المؤتمر عنا هون بالجامعة، لأنه أول شيء صلنا زمان ما عملنا مؤتمرات بسبب الوضع الاقتصادي بالبلد، بسبب الوضع الصحي بالبلد، فنحن كتير مبسوطين إنه بعد فترة كتير طويلة قدرنا نعمل هيدا المؤتمر. تاني شيء لأنه اللي عملوا هيدا المؤتمر فكروا إنه يعملوه هون عنا بالبترون. نحن أحدث جامعة بين كل الجامعات الموجودة، مشان هيك نتشكركم إنه فكرتوا فينا وقررتوا تعملوا المؤتمر تبعكم هون. وقت اجوا لعنا من فترة وقالوا لنا إنه عم يفكروا يعملوا هيدا المؤتمر يلي الأمكو عملته مع الـ VCA مع الجمعية اللبنانية للعناية بالنظر وتحت إشراف الـ WCO، بالأول أكيد رحبنا بالفكرة وتشكرناهم، بس أنا صراحة ما كنت مصدق، قلت إنه مثل الكل عم بيبيعونا حكي وإنه لأنه عم بيتعرفوا علينا وهيك إنه رح نبقى نجي لعندكم، بس ما صدقت إنه رح يعملوا المؤتمر هون. بس بفضل مسيو جورج حوات أول شيء، بفضل مسيو جو رومانوس، وأكيد بفضل ديناميكية مسيو أمير أبو عديلة إنه عمل هيدا المؤتمر هون. فنحن بدنا نتشكرهم ونتشكر الجميع القيمين على هيدا المؤتمر إنه قدروا يعملوه. وأكيد لو ما دعم سير هيلتا شليلة رئيسة الجامعة ودعم عميدة كلية الصحة بالجامعة سير ماري مارغريت يلي دايما شو ما طلبنا منهم هن قدامنا. أنا بدي استغل هيدي الفرصة تأدعي جميع الجامعات يلي موجودين هون ويلي غايبين لنقدر نعمل حوار بناء بين بعضنا كلنا تنشوف كيف فينا نوحد المناهج التعليمية ونطورها تتصير على المستوى العالمي تنقدر أول شيء نحسن الليسانس اللي موجودة، نبلش نفكر بماستر يكون عنده مستوى منيح، وليش لا شي نهار نقدر نعمل دكتوراه للأوبتومتري بلبنان. وآخر شيء بدي أدعي كل القيمين على هيدي المهنة، أول شيء النقابتين وبدنا نبارك للنقابة الجديدة وكل الجمعيات اللي صارت كتير كتيرة، انه كلكم تتوحدوا وتحطوا كل خلافاتكم وراءكم واختلافاتكم وراءكم كمان تتشوفوا كيف بدكم تحسنوا هيدا المهنة لمستقبل هدول الطلاب كلهم اللي موجودين معنا اليوم هون تنقدر نعطيهم مستقبل احسن بهالبلد واذا حبوا يطلعوا لبرا كمان. مرة تانية بنشكركم على الحضور واهلا وسهلا فيكم. شكرا.